هجوم عسكري مرتقب نحو العاصمة الروسية موسكو. الهدف الأساسي من هذا الهجوم هو قلب النظام في روسيا، وطبعا هذه التفاصيل تأتي مباشرة وقادمة من قبلي ومباشرة من فيلق حرية روسيا، هذا الفيلق الذي طبعا تم إنشاؤه وأوجد أساسا وتم إيجاده مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي في فبراير تحديدا. هم عبارة عن مجموعة من المواطنين الروس الذين يعارضون نظام بوتين، وطبعا سيزر قائد هذه المجموعة هو الذي تحدث عن هذه المسألة يوم أمس إلى الغارديان البريطانية، وهو كان قد تحدث بشكل واضح بأننا نطمح إلى أشياء كبيرة. يجب أن ننتبه بأن هذه المجموعة أساسا قامت بعمليتين إلى داخل العمق الروسي مباشرة، بعملية أولى لم تكن خطيرة ولكنها كانت مفاجئة باتجاه موسكو طبعا، التي طبعا مثلناها هنا بفلاديمير بوتين، وكانت نقطة غريبة ومفاجئة للغاية. ولكن العملية الثانية كانت أخطر وطالت طبعا لعدة أيام حتى تمكنت القوات الروسية بعد إرسال قواتها لمواجهة هذه القوات، دفعت هذه القوات وهي فيلق حرية روسيا إلى الانسحاب إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا الفيلق هو يقاتل جنبا إلى جنب مع القوات الأوكرانية. ولكن طبعا عندما يقومون بمثل هذه العمليات في داخل الأراضي الروسية، فإن أوكرانيا ليست مسؤولة عن هذه المسألة حتى أمام المجتمع الدولي، وعادة يسبق هذه المسألة قصف مباشر تجاه المناطق الموجودة في الداخل الروسي مثل بلغرد على سبيل المثال التي استهدفوها بشكل خطير، حتى قاموا بالتقدم في عمليتين مثيرتين. الآن سيزر قائد فيلق حرية روسيا يقول بأن الشهر القادم سنكون أمام عملية قادمة وسننفذ عملية قادمة إلى داخل الأراضي الروسية، وستكون هنالك عملية رابعة وعملية خامسة، لأننا نطمح إلى تغيير النظام في روسيا وقلب النظام تماما وإزاحة بوتين من السلطة. هكذا هو يتحدث هذا الرجل، وطبعا واضح جدا بأنهم يريدون استغلال ما جرى من شرخ كبير في داخل روسيا، عندما رأينا جميعا إيفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر وهو يزحف إلى العاصمة الروسية موسكو، وأصبح على بعد 200 كيلومتر فقط لكي يصل إلى العاصمة، وبعدها كان هنالك طبعا اتفاق أدى إلى عملية إيقاف إطلاق النار والقوات انسحبت، وكان هنالك إعفاء، وذهب إيفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، وتغيرت العديد من الأمور. بالتالي هذه القوات متماسكة وتريد أن تحقق شيئا، لكن مشكلة هذه القوات طبعا هي قليلة على المستوى العددية وعلى مستوى العدد، وبالتالي هي ستكون نوعا ما في مشكلة، ولا أحد يستطيع أن يتخيل أن هذه المجموعة ممكن فعلا أن تحقق مثل هذا الهجوم وتصل إلى موسكو طبعا. ولكن يجب أن ننتبه أن هذه المجموعة تزداد خطورة شهرا بعد شهر، فهذه المجموعة ببساطة بحسب الساندي تايمز في 30 مايو كانت قد أكدت بأن المجموعة بدأت بعملية تجنيد الآلاف من المقاتلين الروس وغيرهم المعارضين لبوتين إلى صفوفهم، وبدأوا بعمليات تدريبهم، وهذا نحن نتحدث في 30 مايو، وهو يتحدث عن أغسطس وهجوم قادم الشهر القادم. بالتالي هم يزدادون على مستوى العدد، يزدادون على مستوى المعدات، وهم أظهروا كفاءة عالية للغاية في العملية الثانية التي قاموا بها على الداخل الروسي، وكان هنالك اختطافا لعدد من الشخصيات كذلك. وأيضا حاكم بيلغورد اليوم كان قد تحدث بأن هنالك قصفا بأربعين قذيفة على بيلغورد أساسا، وبالتالي أن هنالك نوع من التحضير تجاه هذه المدينة من قبل هذه القوات، وبالتالي الخطر قادم والخطر لن يكون سهلا أبدا في الشهر القادم. سنرى ما الذي سيحدث بكل تأكيد، وطبعا مثل هذه التحركات لهذه المجموعة بهذا الاتجاه من سومي ومن تشيرنيهيف باتجاه موسكو هو يعطي فرصة طبعا للقوات الأوكرانية لكي تحقق المزيد على مستوى الهجوم المضاد الخاص بها على القوات الروسية، إن كانت موجودة في خيرسون في زاباروجيا أو حتى في إقليم دونباس طبعا بكل تأكيد. وبالتالي مشاغلة إلى العمق الروسي تعطي فرصة للقوات الأوكرانية أن تجد طريقا أكبر لإعادة السيطرة على المناطق التي فقدت السيطرة عليها لصالح القوات الروسية، وهي تحقق تقدما على مستوى الأرض بشكل كبير. في 48 ساعة الماضية كان هنالك تقدما جيدا بحسب الديب ستيت طبعا، هذا الموقع المهم على مستوى باخموت وعلى مستوى كذلك
زاباروجيا في نفس الوقت. وإذا ما ألقينا نظرة على باخموت، هذه هي مدينة باخموت، وهنا نحن في 5 يوليو، بالتالي إذا ما حاولنا أن نقترب إلى جنوب باخموت، هنا كان التقدم المثير في 48 ساعة الماضية تجاه هذه المنطقة ألا وهي كليتشيفكا، وبالتالي إذا ما حاولنا التقدم الآن إلى 6 يوليو، لاحظ 6 يوليو كيف تغيرت وكيف أن الأوكرانيين بدأوا يتقدموا، وأيضا 7 يوليو وهنا 8 يوليو، لاحظ التقدم الكبير الذي جاء بهذا الاتجاه. وبالتالي هنا طبعا القوات الأوكرانية ببساطة تمكنت من السيطرة على هذه المرتفعات أولا التي هي طبعا مطلة على كليتشيفكا، تعطيهم طبعا سيطرة نارية على كليتشيفكا، وهي ليست مرتفعة بالشكل الكبير بل إن ارتفاعها يصل إلى 220 مترا، ولكن على المستوى الاستراتيجي هي طبعا تعتبر أهم من السيطرة على كليتشيفكا بنفسها. وأيضا يجب أن ننتبه إلى التقدم الذي يأتي من هنا من هذه المنطقة التي ترونها هي تعطي فرصة للسيطرة على أندرييفكا، وأيضا تفتح الطريق مباشرة للسيطرة على كليتشيفكا. وبالتالي بطبيعة هذا التحرك الذي تتحركه القوات الأوكرانية، فيبدو بأننا أمام أسبوع واحد فقط لكي نرى كليتشيفكا تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ونرى القوات الروسية تنسحب من هذه المنطقة، وبالتالي نهاية الأسبوع القادم كأقصى حد ستكون القوات الأوكرانية كما هو واضح هي المسيطرة على كليتشيفكا، وستفتح النار من الجنوب طبعا على باخموت، لأن باخموت هنا ستصبح تحت النار، والقوات الأوكرانية ستكون خطيرة إذا ما اتخذت قرارا للسيطرة على أوبتنا أو التقدم مباشرة على باخموت مع الضغط طبعا إلى العمق، وإن تمكنت من تحقيق شيء تجاه برخيفكا أو ياهدنا، يعني أن الأمور أصبحت صعبة على القوات الروسية على مستوى باخموت بكل تأكيد. أما على مستوى زاباروجيا فكان هنالك أيضا 48 ساعة الماضية كان فيها الكثير على مستوى زاباروجيا، وفي هذه الجبهة تحديدا وهي فيلكا نوفاسيلكا، إذا ما اقتربنا من هذه طبعا الخارطة بهذا الاتجاه فإن التحرك المثير الذي يأتي والتطور هو يأتي تجاه بريوتنا التي ترونها هنا، وكذلك نوعا ما إلى العمق باتجاه ستارو مايورسكا. وبالتالي إذا ما جئنا لنتقدم بالتاريخ هنا 6 يوليو، لاحظ 7 يوليو كيف تغيرت هنا وجاء التقدم كما تلاحظ، وأيضا بعد ذلك في 8 يوليو التقدم باتجاه بريوتنا هنا، لاحظ هذا التقدم الأوكراني الذي يوضح لك بأنهم تقدموا ما يقارب من 3.3 كيلومتر إلى 5.8 كيلومتر، مسافة كبيرة جدا تمكنت القوات الأوكرانية من تعدي هذه المياه وهذا النهر الذي ترونه هنا الذي كانت تستخدمه طبعا القوات الروسية كخط دفاعي طبيعي بالنسبة لهم، وطبعا بالنسبة للقوات الأوكرانية ببساطة أصبح خط الاشتباك هذه المنطقة الرمادية، وهم قادرين طبعا من تفادي هذه البحيرات التي ممكن للروس أن يستخدمونها كعائق أو كحائط صد أو كنقطة صد أو كخط دفاعي لمواجهة القوات الأوكرانية، الأوكرانيين يستطيعون تفاديها ومهاجمة بريوتنا بهذا الاتجاه وإعادة السيطرة عليها. وبالتالي أيضا نستطيع أن نرى من طبيعة التقدم ومن طبيعة التحركات فإننا قد نكون أمام أسبوعين كأقصى حد كي نرى القوات الأوكرانية مسيطرة على بريوتنا من دون أي مشاكل في ظل هذا التقدم الذي نراه. وطبعا التقدم أيضا في العمق هو يعتبر مهما بالنسبة للقوات الأوكرانية بهذا الاتجاه باتجاه بريوتنا وستارو مايورسكا، نهايتها يعني نهاية مربع آخر بهذا الاتجاه لصالح القوات الأوكرانية. وطبعا أيضا في نفس الوقت إن ما يأتي في مصلحة القوات الأوكرانية في ظل هذا التقدم، صحيح أنهم لم يصلوا إلى الخط الرئيسي الدفاعي، الخط الدفاعي الأول والرئيسي للقوات الروسية والذي يعتبر من الخطوط القوية والمحصنة للغاية، ولكن في نفس الوقت أن الأخبار الأوكرانية رائعة للغاية بعدما جاءت التأكيدات الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على مسألة إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، بل أن وزارة الدفاع الأمريكية طبعا أعلنت بشكل واضح عن حزمة من الأسلحة جديدة، وجاءت جزءا من هذه الحزمة للأسلحة هي القنابل العنقودية التي يطلق عليها DPICM، وهي وعيارها 155 ملم، طبعا ببساطة القنبلة تأتي بهذا الشكل، هي عبارة عن حاوية مكونة من
72 قنبلة من هذه القنابل التي عادة طبعا تنتشر على المنطقة بأكملها. وكما تلاحظون هذا هو الاسم الخاص بهذه القنابل العنقودية التي ستستخدمها أوكرانيا ضد القوات الروسية بمجرد وصول هذه طبعا القذائف وهذه الحاويات M864. وطبعا ببساطة عندما تسقط فهي تنفجر بهذا الشكل أو تفتح كالفراشة وتنتشر القنابل على مستوى 50 مترا، هي تكون دقيقة للغاية عند سقوطها في هذه المنطقة، ولكن على مستوى 100 متر فإنها تنتشر على مساحة أوسع، وبالتالي هي تتسبب بدمار أكبر. باختصار إذا انطلقت مثلا من المدفعية والراجمات الصاروخية فإنها بهذا الشكل هي ستدمر المنطقة بأكملها، وهي ستكون مفيدة جدا للقوات الروسية. إذا ما حسبنا فقط المواقع التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية، طبعا هي مفيدة للقوات الأوكرانية وليست القوات الروسية، بالنسبة للقوات الأوكرانية من مواقع سيطرتهم طبعا إلى الخط الدفاعي الأول فإنها بحاجة إلى طبعا مسافة عدد من الكيلومترات لكي تصل إلى هذا الخط الدفاعي الذي ترونه. لكن الجميل في هذا الأمر بالنسبة للأوكرانيين أن هذه القنابل العنقودية يصل مداها إلى 29 كيلومترا، يعني أنهم قادرين من مواقعهم الآن على ضرب الخط الدفاعي الأول الرئيسي للقوات الروسية بنسبة 100%. ولكي يصلوا إلى الخط الدفاعي الثاني فهم يستطيعون من ضرب ما يقارب أو الوصول إلى هذا الخط على مستوى 78%، لأن المسافة تصل إلى ما يقارب 29 كيلومترا طبعا. وبالتالي إذا ما ركزت القوات الأوكرانية في ضرباتها على هذا الخط الدفاعي الرئيسي الأول فإن هذا سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الخط الدفاعي الكبير الذي أنشأته هنا القوات الروسية للتصدي للهجمات الأوكرانية. وطبعا هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضرب المشاة بشكل كبير للغاية. هذه القنابل هي متخصصة في عملية إيذاء المشاة طبعا، والقوات البرية الروسية طبعا الموجودة في هذه المنطقة كذلك هي قادرة هذه القنابل على فتح طريق للقوات الأوكرانية لإيجاد طريقها لتخترق الخطوط الدفاعية. وأيضا في نفس الوقت فإن عملية الألغام الروسية، إن وجدت القوات الأوكرانية نقطة فيها ألغام الروسية فإن هذه القنابل أيضا ممكن أن يستخدمونها الأوكرانيين القنابل العنقودية بكل تأكيد لتدمير حقول الألغام. بالتالي القوات الأوكرانية لديها فرصة عظيمة لضرب هذه الخطوط الدفاعية طبعا بكل تأكيد، وأن تحقق نتيجة كبيرة بالنسبة لها على مستوى التقدم والهجوم المضاد. لكن استخدام القنابل العنقودية لا يأتي بسهولة بالنسبة للأوكرانيين، فإسبانيا معترضة تماما على فكرة وعلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أرسلت هذه القنابل للأوكرانيين لكي يستخدمونها على أرض المعركة، لأن إسبانيا هي واحدة مع 100 دولة، هي واحدة من 100 دولة أو حتى أكثر من 100 دولة ممن وقعوا على هذه الاتفاقية التي ترونها هنا، وهي معاهدة 2008 التي تقف ضد حقيقة تقف ضد بشكل واضح القنابل العنقودية واستخدامها، لأنها تؤدي إلى إسقاط العديد من المدنيين. وهذا يوضح أن جو بايدن سيتعرض إلى ضغط كبير للغاية في عند زيارته أساسا إلى هذا المؤتمر، وهي قمة الناتو التي ستكون طبعا في ليتوانيا قريبا جدا في 11 ستبدأ من يوليو، وها نحن في 9 طبعا من يوليو، يوما فقط لكي نرى الرجل موجودا هناك. سيتعرض إلى ضغط من دول الناتو التي طبعا الكثير منها هي تقف ضد مسألة القنابل العنقودية واستخدامها على أرض المعركة. وكذلك أوكرانيا لديها مشكلة في مسألة انضمامها لحلف الناتو وأن تعبد الطريق الخاص بها عن طريق هذه القمة لكي تنضم إلى حلف الناتو. لديها مشكلة حقيقية للغاية، لأن هنالك أطرافا معترضة على مسألة انضمامها للناتو. واحدة من هذه الأطراف هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، بلقاء على CNN قال بأن أوكرانيا ليست مستعدة لكي تكون جزءا من حلف الناتو، هي ليست مؤهلة لمثل هذه المسألة، وهي بحاجة للكثير من الوقت لكي تكون جزءا من الوصول إلى طبعا الناتو وأن تكون جزءا منه. كذلك ألمانيا كما نشرت التلغراف البريطانية بأن ألمانيا أيضا هي إحدى الدول المعترضة تماما على مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بل إنها ستقف ضد هذا القرار
الحصار وستغلق الباب أمام أوكرانيا للذهاب إلى الناتو. هذا إن يعني بأن الأوكرانيين تحت رحمة المساعدات من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. بأي لحظة تقرر الناتو أو تقرر الولايات المتحدة الأمريكية قائدة حلف الناتو من إيقاف الدعم لأوكرانيا، يعني أن أوكرانيا يجب أن تفكر في مسألة المفاوضات. وكذلك أن القوات الروسية يجب أن ننتبه بأنها مستمرة في عملية الضغط على القوات الأوكرانية واستنزافها على عدد من المستويات وعلى عدد من الجبهات. واحدة منها هي الجبهة التي تحدثنا عنها، ألا وهي فيلكا نوفاسيلكا، وكذلك في هذه الجبهة وهي جبهة أوريخيف تحديدا وبيات خاتكي التي هي تعتبر واحدة من القرى الصغيرة التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية. كانت هنالك لقطات للاستنزاف من قبل طبعا القوات الروسية في هذه المنطقة التي ترونها. طبعا بيات خاتكي كانت قد سيطرت عليها القوات الأوكرانية هنا، وبعدما سيطرت على هذه الغابات التي ترونها هنا وبدأت تفكر بشكل واضح بالسيطرة على هذه القرية ألا وهي زربيانكي، وبدأوا بعمليات قصف مكثفة على هذه المنطقة طبعا التي تتواجد فيها القوات الروسية. والقوات الروسية فعلا شوهدت من المقطع الذي نشر في 24 ساعة الماضية وهي تنسحب من هذه المنطقة، ولكن في نفس الوقت توقع القوات الأوكرانية في الفخ بعدما حاولت القوات الأوكرانية التقدم إلى هذه القرية، وطبعا أدى هذا الأمر إلى خسائر كبيرة بالنسبة للقوات الأوكرانية. فالقصف الأوكراني ظهر إذا ما اقتربنا من هذه القرية، قرية زربيانكي التي ترونها هنا بهذا الاتجاه تحديدا وبالقرب من هذه المباني التي ترونها. وطبعا سنلاحظ من هذه الصورة بالضبط التي تلاحظونها كان هنالك قصفا في هذه المنطقة، يعني ببساطة بأن من هذا الطريق الذي تلاحظونه وهذه المنطقة هي التي قصفت، وهذه المباني واضحة مميزة للغاية مع الطريق الخاص بها. كان القصف حاضرا في هذه النقطة وهي التي دفعت القوات الروسية للانسحاب بهذا الاتجاه. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على صورة هذا القصف الذي سترونه، هكذا كان القصف الأوكراني في بادئ الأمر على القوات الروسية في هذه المنطقة. وستلاحظ كيف أن الجنود الروس ينسحبون من هذه المنطقة بعد هذه الضربة تحديدا التي صورتها طائرة مسيرة أوكرانية، وها هي القوات الروسية وهي تنسحب وبعد ذلك تضرب، لكنها انسحبت من هذه المنطقة بكل تأكيد. وبعد ذلك ظهرت القوات الأوكرانية والجنود الأوكران وهم يتقدمون إلى الخنادق التي تركتها طبعا القوات الروسية. وكما تلاحظ هنا بمجرد وصولهم إلى الخنادق والسيطرة عليها القوات الروسية، كانوا بانتظار الجنود الأوكران ووجهوا لهم هذه الضربات، وطبعا ضربات قوية للغاية، أيضا مواقعا خاصة بروسيا. بهذا الشكل كانت قد نشرت عمليات استنزاف كبيرة للقوات طبعا الأوكرانية في نقاط أخرى في فيلكا نوفاسيلكا التي تحدثنا عنها. إذا ما ألقينا نظرة عليها على سبيل المثال في هذه الشاشة الكبيرة، ستلاحظ كيف أن المدرعات الخاصة بحلف الناتو أو الولايات المتحدة كيف أنها تضرب من القوات الروسية بعد السماح لها في الدخول إلى هذه المنطقة التي ترونها. وبالتالي كانت هنالك أيضا خسائرا تعرضت لها القوات الأوكرانية في أثناء التقدم. بالتالي طبعا القنابل العنقودية وغيرها من الإمكانيات هي ستكون مسألة مهمة بالنسبة للأوكرانيين لكي يستخدمونها، لكن الأنظار كلها تذهب ما الذي ممكن لفيلق حرية روسيا أن يحققه تجاه موسكو الشهر القادم.